جاء في المؤتمر الصحفي الأخير قبل المواجهة الأهم في خليج 24. اللقاء الختامي سيجمع المنتخبين السعودي والبحريني غدا في تمام الساعة 7. هيليو سوزا مدرب المنتخب البحريني صرح قائلا: سنواصل تقديم عروضنا الجيدة، ويجب أن نكون هذه المرة أقوى وأكثر كفاءة. مهدي حميدان لاعب المنتخب البحريني أكد على جاهزية الفريق لهذه المباراة التي وصلوا لها بعد تضحيات وجهود متواصلة. طبعا احنا جاهزين للقاء نفس اي لقاء ثاني، نحاول نتطور من لقاء للقاء. جميع اللاعبين جاهزين للمباراة، 23 لاعب شاركنا في البطولة، وان شاء الله نقدم مستوى يليق يعني بالمنتخب ونقدم اداء راقي والباقي على الله ان شاء الله. وعلى الجانب الآخر، أبدى هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي سعادته بالتواجد في هذا النهائي، وقال: أعتقد بأننا نستحق التواجد في هذا النهائي الكبير. مبروك للجمهور السعودي، مبروك للمنتخب البحريني التأهل في هذه البطولة. على موضوع جاهزيتي لسه، ما تطلب معي لسه جاهز. موضوع جاهزية اللاعبين واستعدادات المنتخب، اللهم لك الحمد والشكر، انتم شايفين اداء المنتخب جالس في تصاعد، في تصاعد ايجابي ولله الحمد. وجاهزيتنا ان شاء الله حتكون على اعلى مستوى ان شاء الله، واللاعبين والستاف الفني مهتمين اهتمام جدي على هذه البطولة إن شاء الله، وحتى وش إن شاء الله في هذه. انتهى الحديث في المؤتمرات الصحفية، والجميع بانتظار الحاسم بعد أقل من 24 ساعة داخل المستطيل الأخضر. لبرنامج ديربي، خلف العنزي.